سؤال، هل يجوز لزوجة الكاهن أن تعترف على يد زوجها الكاهن؟ كنسيا لا يوجد ما يمنع، لكن اجتماعيا لما بيكون في البلد أكثر من قسيس بتعترف على قسيس آخر، لكن لو اعترفت على زوجها الكاهن لا يوجد ما يمنع، لكن هو ما يرغمهاش انها تعترف على ابيه. يعني اذا اختارته اب اعتراف ليها هي حرة، ما اختارتهوش ما يرغمهاش.